رحبت وزارة الخارجية في بيان لها بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من خزان العائم صافر المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمني والمقدر حمولته ب 1.14 مليون برميل هذا وجددت الوزارة إشادتها بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش وكافة الدول التي أثمرت في إنجاح هذه المهمة لما قاموا به من جهود ساهم ساهمت في الإسراع في إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية